الآن نحكي عن موضوع مهم اللي هو تايمر زيرو، كيف نتعامل مع تايمر زيرو. هلا إيش هو التايمر؟ التايمر هو كاونتر. أوكي، التايمر هو كاونتر. السيركت تبع الكاونتر زي ما بتخطوها بالديجيتال لوجيك هي سيكونشال سيركت، مجموعة جي كي فليب فلوبس. بيكون مثلا الجي كي كلياتهم الانبوتس وانز، والاوتبوت تبع الاول موصل على الكلوك للثاني، الاوتبوت تبع الثاني موصل على الكلوك تبع الثالث، اند سو اون. هلا هذا الاستراكشر مش مهم انه نتذكره بهاي الماده، لكن بهمني نعرف ايش الايديا بيهايند الكاونتر. هلا تايمر زيرو ايش هو؟ هو it is an 8 bits counter. طب شو يعني counter؟ يعني sequential circuit بتعد 0 1 2 3 4. فعلى سبيل المثال this is an 8 bits counter. طب هلا كل قديش بيعد بواحد؟ كل ما بتيجي clock، كل ما بتيجي positive edge. فهو التايمر هو كاونتر، اكزاكتلي هو كاونتر. بعد هذا الكاونتر بعد بالعاده 0 1 2 لغايه 255. ليش لغايه 255؟ لانه هو 8 بيتس، فبعد من 0 ل 255. لما يقلب من 0 ل من 255 ل 0، في هاي اللحظه بصير في عندي تايمر 0 اي اف قيمته 1، اللي هو تايمر زيرو انتربت اوفر فلو، تايمر زيرو اوفر فلو انتربت فلاج، بصير قيمته 1. هلا هذا الفلاج ممكن يعمل انتربت اذا كان تايمر زيرو اي اي قيمته 1، واذا كان الجي اي اي بيساوي 1. اذا هذول الثلاثه كونديشنز مع بعض تحققوا، فعليا بصير عندي انتربت. اذا تايمر زيرو زي ما احنا شايفين هو فعليا nothing but a counter، هو فعليا just a counter. هذا الكاونتر كل ما بتيجي بوزيتيف ايدج بصير له انكريمنت باي 1، 1 0 1 2 3 4. لما يوصل 255 ويرجع للصفر بصير له، بصير الفلاج تبعه قيمته 1، وهذا الفلاج ممكن يعمل انتربت اذا كان الانيبل تبعه والجي اي اي قيمتهم 1. ففعليا التايمر هو كاونتر. طب كيف بقدر اتعامل مع التايمر او مع الكاونتر از تايمر؟ هاو we can use a timer عيد السؤال when can we use a counter as a timer. السؤال اللي بعني فيه هون، متى انا ممكن اقدر استخدم الكاونتر كتايمر؟ هذا كاونتر، طب كيف صار تايمر؟ في تو كونديشنز عشان استخدم الكاونتر كتايمر. الكونديشن الاول اذا عرفنا if we know the frequency of the driving clock. مش هو بيعد كل ما تيجي كلوك، كل ما تيجي بوزيتيف ايدج، اذا عرفنا الفريكونسي للكلوك اللي جايه هون، اذا عرفت الفريكونسي انا صرت ممكن استخدم هذا الكاونتر كتايمر. كيف؟ اكزامبل اف ذا فريكونسي اوف ذا درايفنج كلوك ايكوال 4 ميجا هرتز when will the timer 0 IF become equal 1. السؤال إذا كنت أنا بعرف إن الفريكونسي اللي جاء للهاي الكلوك هو 4 ميجا هرتز، متى حشوف الفلاج هذا timer 0 IF قيمته 1؟ الجواب إذا تي تساوي 1 على اف، معناته تي بتساوي 0.25 مايكرو سكند، 0.25 مايكرو سكند. معناته هذا الكاونتر كل ربع مايكرو سكند بيصير له انكريمنت باي 1. معناته متى حيصير هذا الفلاج قيمته 1؟ افتر
256 سايكلز تايمر 0 اي اف قيمته 1، يعني بعد 256 ضرب 0.25 مايكرو سكند راح يصير عندي تايمر 0 اي اف قيمته 1، يعني كم هذا الوقت اللي هو حوالي 64 مايكرو سكند. اذا كل 64 مايكرو سكند على حسب هاي الحسبة فعليا شو اللي بيصير عندي؟ بيصير عندي قيمة الفلاج تايمر 0 اي اف بتصير قيمته 1. اذا بهذا الشكل انا صرت استخدم الكاونتر كتايمر. كيف؟ الكاونتر صار كل 64 مايكرو سكند بيخلص عد، فصرت انا عارف انه بياخذ وقت محدد وبعديها بيخلص عد. اذا الشرط الاول مشان استخدم الكاونتر كتايمر اني اعرف الكلوك اللي بيشتغل عليها هذا الكاونتر. طيب ايش الشرط الثاني اللي بيخليني اشتغل على الكلوك واستخدمه ككاونتر؟ الشرط الثاني انه if we can initialize the counter to an initial value. بمعنى ان اذا كنت بقدر احط فيه قيمه محدده. هلا بالمثال اللي شفناه قبل شوي طلع عندي التايمر كل 64 مايكرو سكند بيخلص عد، فبيطلع تايمر 0 انتربت فلاج. طيب اكزامبل على هذا الموضوع، if I want to make the timer to overflow every فلنفرض 20 مايكرو سكند، اذا كنت بدي اخليه يخلص عاد كل 20 مايكرو سكند شو الحل؟ بدي احكي 20 مايكرو سكند شو بتساوي؟ 1 على 4 ضرب 10 قوة 6 اللي هو الفريكونسي ضرب بدي اعطيه انيشال فاليو اللي هو 256 ناقص الانيشال فاليو، فبدي اضطر اعطيه انيشال فاليو. كم اعطيه انيشال فاليو؟ بدي اعوض بهاي المعادله واحسب الانيشال فاليو، فعندي ثمانين بتساوي 256 ناقص الانيشال فاليو، فبتطلع عندي الانيشال فاليو بتساوي 256 ناقص الثمانين، 256 ناقص الثمانين واللي هي هتطلع عندي 176. فانا اذا حطيت بالكاونتر انيشال فاليو 176، اذا حطيت بالكاونتر انيشال فاليو 176 بصير بعد 20 مايكرو سكند يخلص عد، بصير بعد 20 مايكرو سكند يخلص عد، وهيك انا صرت استخدم الكاونتر كتايمر. اذا فعليا التايمر هو nothing but a counter، الكاونتر له كلوك هي اللي بتشغله. طب كيف بدي استخدم الكاونتر هذا كتايمر؟ شغلتين، بدي اقدر اتحكم بالكلوك اللي داخله، بدي اعملها مانجمنت اتحكم فيها، ممكن اتحكم بالفريكونسي واتحكم بالانيشال فاليو. اذا قدرت اعمل الشغلتين هذول مع الكاونتر انا فعليا بقدر استخدم الكاونتر كتايمر. هذا الكاونتر بضل عد، بس يخلص عد بصير في عندي فلاج قيمته 1، وهذا الفلاج ممكن يعمل انتربت. اذا هذا هو فعليا فكره التايمر. تايمر 0 هو 8 بيتس كاونتر، هو 8 بيتس كاونتر، بتحكم بالكلوك وبتحكم بالانيشال فاليو، فبقدر اتحكم متى يخلص عد ويعطيني الاوتبوت 1. طيب كيف بدي اتحكم بهذا التايمر؟ هلا زي ما حكينا في المادة هاي من بداية الفصل انه كل الانبوت اوتبوت ديفايسز بلا استثناء في عندي اللي سميناها ميموري
mapped IO architecture. شو يعني memory mapped IO architecture؟ يعني كل IO device إلها memory mapped to it. عشان أحبرمج الIO device، عشان أتحكم بالIO device بتحكمش فيها directly، بينما بتحكم شو أحط بالميموري الخاص فيها. وزي ما اتفقنا سابقا إنه هاي التايمر أنا فعليا مشان أتحكم فيه بالكود ما بقدر تمن الكود مباشرة على التايمر، دائما في عندي في النص special function registers هم اللي بتحكموا فيهم. شو هم هاي special function registers؟ اللي هم timer 0 بالaddress 01 والoption register بالaddress 81. اذا عشان اتحكم بتايمر 0 بدي اتحكم بهدول التو ريجسترز هم اللي بيتحكموا بتايمر 0. تايمر 0 بالادرس 01 والاوبشن ريجستر بالادرس 81. فبدك ننتبه انه they are existing in different banks، فراح نضطر لما نتعامل مع تايمر 0 نعمل سويتش للبنك. هلا عشان اتحكم بالانيشال فاليو بحطها بتايمر 0، ومشان اتحكم بالكلوك راح اتحكم فيها من خلال الاوبشن ريجستر. فهاي هي الفكره الاساسيه اللي حنتعامل حنستخدمها مشان نتعامل مع تايمر 0. نشوف شو هو تايمر 0 كيف نتعامل معه. هاي الاستراكشر كيف بيشتغل تايمر 0. هاي اللي هو ال 8 بيتس كاونتر، هذا هو ال 8 بيتس كاونتر اللي حكينا عنه. عشان اقدر اتحكم بالتايم بس يخلص عد، لاحظ بس يخلص عد بيعطيني الفلاج هذا واحد. هلا الفلاج بيعطيني واحد اذا بيعطيني واحد بس يخلص عاد، واذا كان الانتربت از انيبلد والجي اي اي از انيبلد راح يصير في عندي انتربت ساعتها. طيب اذا عشان اتحكم بالتايمر 0 بدي اتحكم بالانيشال فاليو زي ما حكينا من خلال تايمر 0 ريجستر، وبدي اتحكم هاي بتحكم بالانيشال فاليو، وبدي اتحكم بالكلوك اللي داخله عليه. نجي نشوف كيف بدي اتحكم فيه. هلا اذا بتحكم بالانيشال فاليو بتحكم فيها من خلال تايمر 0 ريجستر. اذا عشان اتحكم تو كنترول ذا انيشال فاليو وي ستور ات ان تايمر 0 ريجستر، بنحط الانيشال فاليو بتايمر 0 ريجستر. فاذا بدي احط انيشال فاليو بدي احطها بتايمر 0 ريجستر. نشوف كيف الكلوك بدي اتحكم فيها. نشوف الكلوك اللي جاي مع جاي على تايمر 0. ويل اجنور ذس بلوك فور ناو، اوكي بعدين نيجي نحكي شو هي. نشوف الكلوك من وين جايه. الكلوك جايه لاحظ من مالتيبلكسر. الكلوك جايه من مالتيبلكسر. المالتيبلكسر زي ما بتعرفوا له سيليكشن لاين، فيا اما الكلوك جايه دايركتلي يا اما الكلوك جايه من خلال باث اسمه بري سكيلر. فيا اما الكلوك بناخذها دايركت يا اما بنعمل لها ايش بري سكيل. هلا مين بيتحكم ان الكلوك دايركت ولا الكلوك بري سكيلد؟ البي اس اي. اذا البي اس اي 1 معناته الكلوك جايه دايركت، اذا البي اس اي 0 معناته الكلوك جايه من خلال البري سكيل. البري سكيل شو وظيفته؟ البري سكيل ديفايدز ذا كلوك فريكوانسي، بيقسم الكلوك الفريكوانسي. على سبيل المثال لو كان في عندي هون الكلوك الفريكوانسي تبعها اف، وهون بري سكيل باي 8 على سبيل المثال، في عندي كلوك داخله هون الفريكوانسي تبعها اف دخلناها على البري سكيل باي 8، راح تطلع عندي هون كلوك الفريكوانسي تبعها سوري هاي اللي هي اف بتساوي 1 على تي، راح يطلع عندي كلوك الفريكوانسي تبعها هاي كلوك اف اوتبوت بتساوي اف على 8. فاذا الفكره من البري سكيل انه تو ديفايد الفريكوانسي باي ا فاكتور. طبعا شو الهدف؟ انه اطول الديلي، بدي اطول الديلي. لما انا بقسم الفريكوانسي على 8 بتصير كل سايكل هون بتساوي 8 سايكلز من الانبوت. لما اقسم اعمل بري سكيل باي 8 بتصير السايكل من هاي الفريكوانسي
هي 8 سايكلز من هاي الفريكونسي. لما اعمل بري سكيل باي 256 بتصير كل سايكل هون هي 256 سايكل من هذا. طب شو الهدف؟ بصير بدل ما يعد كل سايكل بخليه يعد كل 8 سايكلز او كل 256 سايكل. فاذا الهدف من البري سكيل اني ازيد الديلي. كيف؟ باني بعمل بقسم الفريكونسي، ففعليا انا بضرب طول السايكل بالفريكونسي فاكتور اللي قسمت عليه. طيب هلا اذا البي اس اي، اف بي اس اي ايكوال 1 معناته دي كلوك از بري سكيلد، نعملها بري سكيل يعني تقسم الفريكوانسي. طب كم قيمه البري سكيل؟ ذا بري سكيل فاليو اوف تايمر 0. لما تيجي تعمل بري سكيل للكلوك اللي داخل على تايمر 0 قيمتها كالتالي 2 قوة بي اس 2 بي اس 1 بي اس 0 زائد 1. لاحظ اللي بتحكم بقيم البري سكيل هاي الثلاثة بتس، هاي الثلاثة بتس هي اللي بتتحكم بقيم البري سكيل. حسب الثلاثة بتس اللي هون انا بعرف كم قيمة البري سكيل، فهي من حسب المعادلة هاي 2 قوة بي اس 2 بي اس 1 بي اس 0 زائد 1. اكزامبل if PSA equal 1 and PS2 PS1 PS 0 بتساوي 1 0 0 شو معناته هذا؟ What is the prescale value؟ PSA بيساوي 1 معناته هل هو prescale ولا لا؟ Yes prescale. PSA 1 أو sorry PSA 1 PSA 0. إذا نعدل السؤال هون، إذا كان PSA 0، لأنه إذا كان PSA 1 إذا كان PSA 1 ما في عندي Prescale. إذا كان PSA 1 ما في عندي Prescale، فالسؤال هون إذا كان PSA قيمته 0 يعني في Prescale. هلا مين اللي بيتحكم بقيمة Prescale؟ هاي الثلاثة بتس. كم قيمة Prescale؟ 2 قوة هاي الفاليو، هاي الفاليو اللي هي 4، 2 قوة 4 زائد 1 واللي هي 2 قوة 5 واللي هي 32. شو يعني هذا الحكي؟ يعني بدل ما يعد كل 1 سايكل صار الكاونتر يعد كل 32 سايكل، فزدنا الديلي 32 ضعف بهذا الشكل. إذا نرجع لتايمر 0، إذا تايمر 0 بيعد كل ما بتيجي كلوك. هذا الكلوك ممكن نعملها بري سكيل إذا كان البي اس اي 0، ممكن ما ينعملهاش بري سكيل إذا كان البي اس اي 1. قيمة البري سكيل بحددها هاي الثلاثة بتس. هلا نرجع باك بالكلوك ونشوف من وين جايه. كمان مره الكلوك جايه من مالتيبلكسر، يا اما الكلوك جايه من اف اوسيليتر على 4 وبنسميها انترنال كلوك بهاي الحاله، يا اما الكلوك جايه من اكسترنال بن من ار اي 4. مين بتحكم ان الكلوك هي جايه اكسترنال من ار اي 4 ولا انترنال من اف اوسيليتر على 4؟ اللي هو تايمر 0 كلوك سيلكت. اف تايمر 0 كلوك سيلكت ايكوال 0 معناته الكلوك is internal with frequency بيساوي f oscillator على 4. f timer 0 clock select بتساوي 1 معناته الكلوك is external with frequency is external from RA4. فإذا كانت timer 0 clock select بتساوي 1 معناته الكلوك جاية external من ال RA4. لاحظ هذا البت شو وظيفته؟ timer 0 select edge. إذا كان هذا البت 0 يعني زي كأنه مش موجود، لأنه anything XOR 0 بضل هو ال anything، ف X XOR 0 X. فلو كان هذا البت 0 زي كأنه مش موجود. لو كان هذا البت 1 بصير تايمر 0 بدل ما يعد على البوزيتيف ايدج بصير يعد على النيجاتيف ايدج. فهذا اذا كان بت 1 بصير وكانت الكلوك اكسترنال، اذا كانت الكلوك